للحديث أكثر عن أسباب وتداعيات استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب المتخصص في الشأن البريطاني عادل الحامدي. أهلا بك سيد عادل. بداية، استقال بوريس جونسون بعد أن قاوم خلال يومين حملة الاستقالات التي ضربت حكومته وحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. السؤال، هل أطاحت فضيحة كريس بينشر بجونسون أم أطاح به أداؤه الذي وصف بغير المقنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي الكرام. بالتأكيد نحن أمام زلزال سياسي في بريطانيا بأتم معنى الكلمة. رئيس الوزراء البريطاني جونسون قاوم كثيرا محاولات الإطاحة به، لكنه في النهاية سقط من الحكومة سقوطا مدويا بسبب سوء إدارته للحكم. لم يكتفي جونسون فقط بأن جر بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي مع ما تركه الخروج من معاناة شديدة من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية السياسية، وإنما ذهب أبعد من ذلك في غرور سياسي غير مسبوق، وأخطأ في موضوع تحديه لقواعد الإغلاق واعتذر للشعب البريطاني، ثم بعد ذلك عين مسؤولا قريبا من عينه في منصب وزاري وهو لديه اتهامات بالتحرش الجنسي، مما أثار غضب وحفيظة المقربين منه. أكثر من 50 مسؤول ووزير في حكومة جونسون استقالوا في أقل من 48 ساعة. لم يكن فقط على وزيرة التعريف آخر المستقيلين 36 ساعة حتى استقالت من منصبها، فلم يجد بدا من أن ينتهي اليوم إلى تقديم استقالته حتى سيد عادل الاستقالة مغرور كذلك. نعم، بعد إعلان بوريس جونسون استقالته يقاتل الآن من أجل البقاء رئيسا لحكومة تصريف الأعمال. السؤال هنا، هل ينجح جونسون فيما فشل فيه خلال يومين ويبقى حتى الخريف القادم، أم أن هناك مساعي لتحضير البديل؟ لا، هو لن يبقى إلى الخريف القادم. أنت تعلم بأن في بيان الاستقالة اليوم قال بأن حزبه سوف يقدم مؤتمره الذي كان مرتقبا في أكتوبر تشرين الأول المقبل إلى وقت قريب لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين، وقال بأنه لن يستمر في زعامة الحزب وأنه استقال من الحكومة ومن زعامة الحزب، وبالتالي بداية من يوم الاثنين المقبل سوف يبدأ حزب المحافظين في مشاورات لبحث إمكانية اختيار زعيم ثاني، والآن كل الأنظار تتجه إلى أروقة ودهاليز حزب المحافظين لبحث السيناريوهات المرتقبة ومن سيكون خليفة جونسون. سيد عادل، بالحديث عن البديل، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس كانت أكثر من تحمس لاستقالة جونسون وصرحت بأنها ستطرح نفسها بديلا. ما حظوظ تراس في خلافة جونسون؟ هل لها حظوظ؟ كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية لديها بعض الحظوظ لكنها متأخرة نوعا ما عن كثير، وخاصة وزير الدفاع الحالي. هنالك تقارير تتحدث عن أن وزير الدفاع ربما يكون هو الشخصية الأقرب لتولي خلافة جونسون على رأس حزب المحافظين، وإن كان الجدل ما زال مبكرا عن الشخصية التي يمكن أن تكون وريثة لجونسون، لكن حزب المحافظين الآن يناقش بشكل معمق ماذا يمكن أن يفعل لمعالجة القضايا التي خلفها جونسون، وهي قضايا ليست سهلة للغاية، منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والزيادات الفلكية في الأسعار والاحتجاجات الشعبية الكبرى حول هذه الزيادات، ومنها أيضا العلاقة باسكتلندا، ومنها أيضا ما تبقى من اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي وأيضا حتى الخلافات مع إيران والاتفاق النووي. نعم سيد عادل، والزوبعة التي أثيرت أخيرا. نعم، ما يهمنا من هذه الاستقالة وما صاحبها من ضجيج هو تأثير استقالة جونسون على المنطقة العربية عامة والعراق تحديدا. تفضل.
استقالة جونسون هي تتعلق بالشأن السياسي الداخلي، ما يهم البريطانيين الآن هو معالجة القضايا الاقتصادية الداخلية ومعالجة الملفات الداخلية. أنت تعلم بأن بريطانيا منشغلة تحديدا بالحرب الروسية على أوكرانيا، وهي وضعت كل إمكانياتها للدفاع عن أوكرانيا ودعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. على المستوى العربي أعتقد بأن، وعلى التحديد على المستوى العراقي، أعتقد بأن بريطانيا سياساتها الخارجية متجهة الآن إلى معالجة قضاياها المباشرة والتي أشرت إليها في السابق، والمتصلة بموضوع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم أيضا العلاقة مع استراليا ومع الاتحاد الأوروبي، وأيضا مواجهة الغلاء الكبير في الأسعار فيما يتصل بالعالم العربي. ربما وهذا هو الأرجح، أن بريطانيا ستحافظ على ذات السياسات المتبعة فيما يتصل بإقامة علاقات مع دول التعاون الخليجي وعدم التصعيد مع بقية الدول العربية. من لندن كنت معنا عبر الهاتف الكاتب المتخصص في الشأن البريطاني عادل الحامدي، شكرا جزيلا لك.